ليديز اند جنتلمان، النادي الاهلي هو نادي القرن في افريقيا. افرحوا، اتبسطوا، خلي اللي عايز يقول حاجه يقولها. وانا هنا الحقيقه هوجه كلامي لجمهور النادي الاهلي، خلينا نحتفل ونفرح بذكرياتنا العظيمه وبحاضرنا الكبير وطموحاتنا اللي دايما بنحب ان هي تعانق السماء. دائما النسر هو نسر النادي الاهلي، نسر النادي الاهلي هو اللي دايما بتلاقيه في قلوبنا. خلوا الباقيين يهزوا راسهم او يصمتوا، خلي اللي عايز يهز راسه يقعد يهز راسه، مفيش مشكله. خلي اللي عايز يقول ان هو نادي، خليهم يقولوا. انتوا احنا لازم نتبسط، لان الواقع يخليك تتبسط. 22 سنه، 22 سنه من ان النادي الاهلي هو نادي القرن. ان شاء الله تعدي، مش هنكون احنا مليون في الميه، مش هنكون احنا موجودين بعد 100 سنه كمان او بعد عدد كبير من السنين. دلوقتي النادي الاهلي سيتم اختياره ان شاء الله مره اخرى كنادي القرن في 21 او في الالفيه الاخرى. فاتمنى ان حضراتكم تفرحوا، تبسطوا، ما تبصوش للكلام اللي بيتقال. خلي اللي عايز يعمل حاجه يعملها، خلي اللي عايز يروح يحارب في حته عشان فاكر ان هو بيكسب بونت عند جماهيره يعمل كده، هو حر. خلي اللي يطلع يقول لك والسبعه والتسعه والبتاع والكلام اللي حضراتكم بتسمعوه ده، ما تفكروش، صدقوني مثل هذا الكلام ما هو الا قله حيله. انا عندي نادي القرن في افريقيا، عندي اتحاد افريقي قال ان النادي الاهلي هو نادي القرن في افريقيا. انا هحتفل دائما بهذه الذكرى، هحتفل دايما، كل سنه هحتفل بيها، وهسمع كلمه الكابتن صالح سليم الله يرحمه، وهسمع في جلوب سكر هسمع كلمه كابتن محمود الخطيب ربنا يديله الصحه. وخلي اللي عايز يقول حاجه يقولها، خلي اللي عايز يعمل حاجه يعملها، ما توجعش دماغك، لان هناك بعض المناقشات اللي تخليك تتعب. من المفترض ان انا لما الاقي نقاش حضاري اتكلم فيه، ولكن في حاجه اسمها نقاط، عدد بطولات، وبالتالي انت خدت نقاط معينة وصلتك ان انت تبقى نادي القرن، الموضوع انتهى. ما توجعش دماغك في اي حاجة تانية. اختيار النادي الاهلي بتاريخه وبطولاته وارقامه وانتصاراته نادي القرن وفقا لمعايير الاتحاد الافريقي، ولا تقول نقط ولا بطولات، واسيبك من الكلام ده، قول ان ده وفقا لمعايير الاتحاد الافريقي. بعدها تم الفوز لو تفتكروا على ريال مدريد 1-0 في احتفالية القرن عام 2001 بالنادي القرن في إفريقيا ونادي القرن في أوروبا. ولا يزال النادي الأهلي دائما على العهد، يواصل تحقيق انتصاراته وبطولاته، يواصل منافسة نفسه. مرة تانية بقول النادي الأهلي بيواصل منافسة نفسه وكسر أرقامه، يواصل الاجتهاد والعمل ليحقق ما وعد به. الله يرحمه المايسترو صالح سليم رئيس النادي الأهلي الذي تسلم جائزة إيه؟ ها؟ نادي القرن، حين قال سنعود بعد 100 عام لنحصل على نفس الجائزة. أول 23 سنة من القرن الجديد الأهلي متواجد في 12 نهائي، 8 نهائيات كسب منهم 8 وخسرنا 4. يعني برضو بالنقاط وبالأرقام والحسابات الأهلي حتى هذه اللحظة على صدارة أندية أفريقيا. وطول ما النادي الأهلي معاه جمهور زي اللي حضراتكم شايفينه ده، وطول ما النادي الأهلي في إدارته جيل بيسلم جيل بمبادئ وتطوير وانتصارات، هنفضل دايما على الصدارة بإذن الله. سنحقق نبوءة المايسترو صالح سليم لما قال إن شاء الله بعد 100 سنة نحتفل بنفس الجائزة. هو ده الفرق ما بين النادي الأهلي وأي نادي آخر في أي مكان في القارة. أنا ما بتكلمش على مصر، أنا بتكلم في أي مكان في القارة، لأنه عندما تنظر إلى البطولات الأفريقية حتى تجد أن النادي الأهلي ياخد 10 ووصل للنهائي ال 11 واللي بعدك واخد 5 أو 6، أعتقد نادي الزمالك لو أنا فاكر صح، صححوا لي يا شباب لو أنا بقول حاجة غلط. ترجي التونسي والزمالك. الاهلي دايما بيجيب بطولات وبيحتفل يوم وبننسى، يعني الناس بتاخد علينا تقول يا اسلام انتوا ما بتحتفلوش بالفرقه. ما هو احنا هنا حتى في القناه بنعمل كده، دايما بنفكر في اللي بعد كده.
كل فرد بيمثل منظومة النادي الأهلي بيفكر بهذا الشكل، كل فرد بيلبس تيشيرت النادي الأهلي بيكون قدام عينه الأمجاد اللي سبقوه عملوها، ودايما جيل بيسلم جيل عشان نحافظ على الأمجاد، نحافظ على الأمجاد والبطولات والانتصارات ونكبرها، واللي جاي بعد كده يلاقي نفسه مكان وسط هذا التاريخ، تاريخ النادي الأهلي، تاريخ النادي الأهلي اللي ما بتنسيش، وجمهوره السبب الرئيسي والأساسي في كل ما وصل إليه النادي الأهلي، وجمهوره هو سر عظمة النادي الأهلي. أنا بس حبيت إن أنا احتفلوا وافرحوا وأحيوا الذكرى الجميلة بينكم وبين بعض، واكتبوا على الفيسبوك واكتبوا في كل مكان، لأن النادي الأهلي هو نادي القرن في إفريقيا. جمهور النادي الأهلي الحمد لله والشكر لله دايما مبسوط وعلى طول فرحان، لأنه بيشجع كيان بيعشق النجاح. احنا في هذا النادي بنعشق النجاح. أقول لحضراتكم حاجة، مؤخرا في ألعاب الصلاة أنا واخد من 21 بطولة 17، ولكن الأربع خمس بطولات اللي أنا ما خدتهمش دول مأرقني، مش أنا، أنا وجمهور الأهلي يعني كلنا زعلانين متضايقين إن إحنا ما خدناش الخمس بطولات دول ولا الأربع بطولات الفرق، خدنا 17. يقول لك ده الطبيعي، أو هذا هو الطبيعي، على الرغم مثلا السنة اللي فاتت الناس أو جمهور النادي الأهلي كان شايف إن يعني ألعاب الصالات معقولة، وكنا جايبين 10 مش عارف ولا 19 بطولات فقط. السنة دي إحنا جايبين 17 وإحنا بنقول لنفسنا عايزين أكتر، عايزين زيادة، هو إحنا خسرنا الأربعة اللي خسرناهم دول ليه؟ هو ده الفرق. عشان كده أنا بقول لحضرتك أن النادي الأهلي سيظل دائما نادي القرن طول ما في هذه العقلية، طول ما في رئيس نادي زي كابتن محمود الخطيب، طول، عشان بس ما حدش يقول لي أنا بتكلم هنا عن أجيال من 1907 لغاية كابتن محمود الخطيب دلوقتي، ماشيين بنفس السيستم، ماشيين بنفس النهج، ماشيين بنفس الطريقة، ماشيين بنفس الأسلوب. مهما عمرك في أي احتفالية من 4 سنين، مش في الانتخابات السابقة دي ولكن في الانتخابات اللي قبلها، كان الكابتن محمود الخطيب كان ساعتها رئيس النادي المهندس محمود طاهر، وكابتن محمود الخطيب كان نازل ضد المهندس محمود طاهر. عمرك سمعت الكابتن الخطيب لما كسب بيقول ايه؟ أشكر مجلس إدارة نادي الأهلي السابق برئاسة المهندس محمود طاهر. عمرك سمعت أصله أنا هرفع عليه قضية، أنا هعمل مش عارف ايه، أصله مش عارف ايه، أصله كذا، أصل في أي مكان، في أي صورة، في أي حتة هتلاقي رؤساء النادي الأهلي، هتلاقي كل رؤساء النادي الأهلي من 1907 وحتى الآن. تعلموا، شوفوا الفارق ما بين النادي الأهلي. وبالمناسبة دي حاجة احنا مش بنعملها عشان نقولها، لكن أنا لازم أقولها عشان الأجيال الصغيرة تتعلم. لكن احنا في النادي الأهلي، النادي الأهلي ما بيعملش كده علشان احنا نقول أو هم يقولوا، لا، ده هي دي القواعد اللي احنا بنمشي عليها والاساليب اللي بننتهجها علشان نعلم الاجيال. مش اسلام، انا بتكلم على مجالس ادارات النادي الاهلي المختلفه، بتكلم عن رموز النادي الاهلي المختلفه، انا بتكلم عن جمهور النادي الاهلي من 1907 وحتى الان، اللي يخليك تبقى قاعد مطمئن، تبقى قاعد مطمئن انه النادي الأهلي سيظل دائما نادي القرن.